كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا، فالعلم ثوب فخار. وجميعنا نمضي حياتنا مشاهدين غير مكتفين بالعلم والتعلم، فالعلم نبع لا تنضب معارفه. أهلا بكم مشاهدين الأحبة في حلقة جديدة من برنامج المجلة العلمية، وفيها علامات تشير إلى اضطراب نفسي عند الأطفال. لماذا نشعر بحاجتنا إلى النوم عقب تناول طعام دسم؟ عصا ذكية للمكفوفين. كثرة التصوير تضعف الذاكرة. مدينة تونسية منازلها تحت الأرض، إضافة إلى معلومة جديدة من عالم الحاسوب. أهلا بكم من جديد. بعض الآباء لا ينتبهون إلى سلوك أطفالهم ويستهترون في كثير من الأحيان، لكن بعد أن يقرأ الآباء ما تقوله صفحة ثقافة صحية سيبدون اهتماما بالتأكيد بتفسير سلوك أطفالهم. فهناك علامات المشاهدين قد تشير إلى اضطرابات نفسية، دعونا نتعرف إليها من خلال المادة الآتية. علامات يمكن أن تشير إلى وجود اضطرابات نفسية عند الطفل. فعلامة يجب أن نتنبه: تقلب المزاج على المدى الطويل. التغيرات المزاجية التي تستمر لأكثر من أسبوعين يمكن أن تكون علامة مبكرة لاضطراب ثنائي القطب أو عصاب هوسي اكتئابي. القلق المفرط. يخاف الأطفال الصغار من الظلمة والمخلوقات الخيالية، ولا سيما عندما يكونون بمفردهم من دون رعاية أحبائهم. تظهر المشكلة عندما تبدأ المخاوف بإعاقة الأنشطة اليومية للطفل، عندما يكون سلوك الطفل عدوانيا لدرجة أنه يعيقه عن التواصل مع أقرانه. هناك العديد من الأسباب لهذا السلوك، منها مزاجية الطفل، غياب اهتمام الأهل. بعض الأطفال العنيفين يحصلون عليه من التلفاز أو من القصص الخرافية العنيفة أو الألعاب المليئة بالعنف. التغيرات الجسدية. يقدر أن 80% من المصابين بأمراض نفسية جدية يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والتغير الجذري في المظهر الذي لا يأتي من مرحلة المراهقة قد يشير إلى أن الطفل يعاني من اضطراب ما، كما أن فقدان الوزن الناجم عن نقص الشهية يمكن أن يكون علامة مبكرة على الاكتئاب، وأيضا عدم الاهتمام بالمظهر قد يكون إشارة منذرة بالخطر. غياب التركيز. الأطفال الذين يواجهون صعوبة في التركيز يمكن أن يعانوا من اضطرابات نفسية، ويعد اضطراب نقص الانتباه مرضا عصبيا. وصلنا معكم إلى صفحة عالم الحاسوب، دعونا نتابع معلومة اليوم مع أحد الاختصاصيين بمجال المعلوماتية. أهلا بكم، سنتعرف اليوم على مفهوم جدار الحماية في نظام تشغيل ويندوز 10. جدار الحماية هو عبارة عن برمجية تعمل على إدارة حركة الاتصالات الشبكية الصادرة من والواردة إلى جهاز الكمبيوتر. ويحتوي نظام التشغيل ويندوز 10 على برمجية جدار الحماية مضمنة فيه، ويمكن الوصول إليها وإعدادها. إعداد جدار الحماية في ويندوز 10. لنبدأ أولا بالنقر على زر ابدأ من لوحة التحكم، فتظهر لدينا نافذة لوحة التحكم الظاهرة أمامنا.
كخطوة ثانية ننقر على أمر النظام والأمان، وفي الخطوة الثالثة ننقر أمر جدار حماية ويندوز، وكما نرى النافذة أمامنا نلاحظ ظهور نوعين من الشبكات التي يقوم جدار حماية ويندوز بمراقبتها، وهذا ما يجعل العمل على ويندوز 10 أيسر وأسهل. النوع الأول هو شبكات خاصة، وهي الشبكات المنزلية، وفيها يرغب المستخدم مشاركة الملفات والصور بين أجهزة الكمبيوتر المتصلة على نفس الشبكة أو الطابعة اللاسلكية، ومن الممكن هنا تعطيل جدار الحماية على هذا النوع من الشبكات بالنقر على أمر إيقاف تشغيل. أما النوع الثاني فهي شبكات عامة، وهي شبكات الضيوف، وهي نوع غير آمن بالضرورة، وهنا علينا تفعيل جدار الحماية للوقاية من الأخطار الكامنة. تعرفنا على مفهوم جدار الحماية في نظام تشغيل ويندوز. وإلى صفحة سؤال وجواب مشاهدينا، من منكم شعر يوما بحاجة إلى النوم بعد تناول طعام دسم؟ ما التفسير العلمي لهذه الحالة؟ هذا ما سنعرفه بالتفصيل من خلال صفحة سؤال وجواب، فلنتابع هذا التقرير. عندما تكون المعدة ممتلئة سيحدث النعاس، الأمر الذي يصيب كثيرا من الناس. سبب النعاس بعد تناول الطعام يأتي نتيجة عوامل عدة، مثل نوع الطعام الذي نتناوله وعادات النوم والحالة الصحية لكل شخص. فبعد تناول الطعام يقوم الجسم بإفراز هرمونات مثل الأميلين والجلوكوكاجون والكوليستوكينين. هذه الهرمونات تزيد من مستويات السكر في الدم، مما يخلق شعوراً بالامتلاء وإنتاج الأنسولين. ثم يطلق الدماغ هرمون السيروتونين الذي يسبب النعاس. يؤثر الطعام أيضاً على إنتاج الميلاتونين في الدماغ، وهو الهرمون المسؤول عن النعاس بعد الوجبة. بعض الأطعمة يمكن أن تسبب المزيد من النعاس أكثر من غيرها، حيث تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدواجن والبيض والسمك والسبانخ والجبن وفول الصويا على الحمض الأميني تريبتوفان، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين المسؤول عن النعاس. تساعد أيضاً الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات أيضاً على إنتاج السيروتونين والأحماض الأمينية التريبتوفانية الموجودة في الدماغ. أهلا بكم في صفحة ابتكارات مجددا، وفيها عصا ذكية للمكفوفين تؤدي لهم خدمات كبيرة في أثناء التجول في الطرقات وبين الحافلات. دعونا نشاهد معا تقنية هذه العصا الذكية في المادة الآتية. تعتمد آلية تصميم نموذج عصا ذكية للمكفوفين على استخدام حساس مسافة لمساعدتهم على التنقل بسهولة وبشكل مستقل، وكذلك توجيه التحذيرات لهم عندما يعترض مسارهم جسم ما، وذلك عن طريق استخدام بوزر في الدارة يختلف تردد إصدارها للصوت باختلاف المسافة التي تفصل الحساس عن الجسم الواقع أمامه، وهذا التردد يتناسب عكساً مع المسافة. استخدم في هذا التصميم حساس مسافة واحد، ويمكن استخدام حساسين أو أكثر للحصول على دقة أكبر. يعمل حساس المسافة وفق تقنية الأمواج فوق الصوتية، حيث يرسل أمواجاً ذات تردد مرتفع، ثم يحسب الزمن اللازم لاستقبالها كإشارة صدى مرتدة.
يتكون حساس المسافة من دارتين، إحداهما تعمل كمرسل للأمواج فوق الصوتية والأخرى تعمل كمتلقن، غالباً ما تكون مكبر صوت صغير لإشارة الصدى المرتدة. يعاير هذا الحساس وفقاً لسرعة الصوت في الهواء، حيث يحدد فرق الوقت بين إرسال الموجة واستقبالها اعتماداً على الإدخال المعاير، ومن هنا نستطيع حساب المسافة بين الحساس والجسم الواقع أمامه. يمكن هذا الابتكار من مساعدة الكفيف على ضبط مسافة اكتشاف العوائق بين 80 و 170 سنتيمتراً، كما يحتوي على تطبيقات هاتف محمول مجانية ويساعد على العثور على الأماكن والمطاعم والمقاهي الشهيرة. مشاهدينا، في صفحة دراسات علمية، دراسة تحذر كثرة التقاط الصور تمحو الذكريات. هذا ما نقرأه في صفحة دراسات علمية. فقد توصلت دراسة إلى أن استخدام الهواتف المتحركة لالتقاط الصور باستمرار يتسبب في ضعف الذاكرة وتراجع القدرة عند الأشخاص على استحضار الذكريات، حيث أخضعت الدراسة في مجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي مجموعة أشخاص لتجربة أثبتت أن استخدامنا للهواتف الذكية في التقاط الصور يضعف ذاكرتنا وقدرتنا على تذكر المواقف، لأننا نكون مشتتين للغاية من أجل الحصول على الصورة الصحيحة. وقد قسم الباحثون المشاركين في التجربة إلى فريقين، حيث أعطي الأول أجهزة لوحية مزودة بكاميرات، بينما لم يمنح الفريق الثاني أي وسيلة لالتقاط الصور، وأخذوا في جولة في المتحف وطلب منهم تدوين ملاحظات حول ما يشاهدونه كشكل المبنى وزخارفه بعد انتهاء الجولة. سألوا الفريقين مجموعة من الأسئلة وجاءت نتائج الفريق الثاني أفضل من الأول، وهو ما فسره الباحثون على أنه بسبب التأثير المشتت للانتباه الخاص بالكاميرا. وفي صفحة نافذة على العالم، منازل مدينة تونسية تحت الأرض، هذا ما عنونته صفحة نافذة على العالم في هذه الحلقة. ما رأيكم أعزائنا المشاهدين أن نذهب في رحلة إلى تونس ونتعرف إلى هذه المدينة في المادة الآتية؟ مدينة مطماطة التونسية العجيبة بمنازلها تحت الأرض. وتقع معظم المدن التونسية على طبقة من الحجر الرملي الذي هو لين، مما يمكن الحفر خلاله بسهولة بأدوات بسيطة، لكنها في نفس الوقت يمكن استخدامها في بناء المنازل التي تصمد لقرون. تقع هضبة مطماطة بالقرب من الطريق البري الذي يربط بين ليبيا وتونس، وقد كانت هذه المنطقة مطمعا للكثير من المستعمرين عبر العصور، وحين كانوا يتراجعون كانت الهضبة هي الملجأ لهم، مما دفعهم لبناء القرية وتوسيعها في هذه المنطقة. والآن هذه المنطقة تعد من أهم الأماكن السياحية التونسية، كما أنها كانت أحد مواقع التصوير في فيلم حرب النجوم، بالتحديد في فندق سيدي إدريس. قد يتساءل البعض كيف يمكن التنفس في منازل تحت الأرض؟ بالطبع هذه المنازل لا تحتوي على فتحات تهوية صناعية، فكل منزل يحتوي على فناء مفتوح يدخل عن طريقه الهواء إلى باقي المنزل.
رحلتنا إلى هذه المدينة العجيبة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. تابعونا على شاشة الفضائية التربوية السورية في حلقات جديدة من برنامج المجلة العلمية. دمتم بخير مشاهدينا، وإلى اللقاء.